قال حسام الدين إمام محافظ الدقهلية إنه تم تنفيذ خطة شاملة للنظافة في المحافظة للارتقاء بجميع أعمال ونقل القمامة من الوحدات السكنية التي وصلت إلى 70% مقارنة بما قبل. وأضاف في تصريحات خاصة للحياة الآن أن الخطة التي وضعت للقضاء على القمامة هي أن كل رئيس وحدة محلية يشترك مع جميع المتخصصين لديه بتسكين المعدات والعمالة اللازمة لكل منطقة وفقا للكثافة السكانية وكمية القمامة مع تحديد المسؤولين عن كل منطقة حتى يتسنى الإشراف والمتابعة من قبل الأجهزة المتابعة مع ضرورة الإعلان عن آلية تنفيذ جمع القمامة ومواعيد دخول المعدات والعمالة إلى كل منطقة. وينضم إلينا مباشرة الأستاذ الدكتور حسام الدين إمام محافظ الدقهلية. أهلا بحضرتك مع الوزير. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. يعني يا ريت يعني تطلعنا على الخطة الشاملة التي وضعتها المحافظة من أجل إعادة المظهر الحضاري إلى الشوارع ليس فقط في مدينة المنصورة ولكن أيضا في جميع مراكز الدقهلية. حضرتك إن شاء الله بإذن الله يعني إحنا بادئين بقالنا أكثر من 3 أسابيع في التوازي في مدينة المنصورة وفي الأحياء والمدن الـ 21 مركز مدينة وحي أو الـ 21 وحدة محلية. بدأنا نقول إن لازم يتم 3 وردي في اليوم مش ورديتين 2 فقط في حملة النظافة. عمل توعية بالنسبة للمواطنين في مواعيد النظافة وعمل إعلان على كل عمارة بإن مواعيد المرور لأخذ النظافة من العمارة نفسها مش من الشارع بتبقى الساعة كذا والساعة كذا علشان المواطنين تلتزم. وبنحاول نرجع منظومة إن تتاخد القمامة من المنبع لأن طول ما القمامة بتنزل في الشارع في ناس ما عندهاش ثقافة إن هي يرمي القمامة في الصندوق ممكن يبقى صندوق فاضي ويرمي جنبه وفي ناس بترمي في أي وقت القمامة وفي أي مكان وده بيؤدي إن النباشين بيقعدوا يشتغلوا فيها ويفرزوها اللي هم الفريزة بتوع القمامة ودي المشكلة الكبيرة اللي هي بتبحتر القمامة حتى لو أنت مريت بالعربية بعد 2 دقيقة وبعد ساعة لو رجعت تاني ممكن تلاقي قمامة. فإن شاء الله بإذن الله إحنا يعني النظافة تعتبر يعني مش عايز أقول لحضرتك هدف حيوي بالنسبة لنا وقومي في المرحلة الحالية وأكيد المواطن في محافظة الدقهلية حاسس بيها إن كان حاسس بيها بنسبة ضعيفة شوية لكن أنا متأكد إن خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله مش هيبقى في قمامة عندنا في محافظة الدقهلية. يعني ما هو السبيل إلى ذلك؟ هل يعني ستكون هناك يعني آليات مختلفة يعني خطط مختلفة عما كان عليه في السابق؟ طبعا الخطة المختلفة على السابق إن إحنا كنا الأول ممكن بتمر عربية القمامة الصبح أو مساء في بعض الأماكن وبعض الأماكن بتمر مرة واحدة في اليوم وبعض الأماكن بتمر مرتين على الأكثر وكان في ناس بتبقى ما بتلتزمش بمواعيد اللي بيتم فيها جمع القمامة فطبعا ده احنا مشددين عليه جدا في ان القمامة لازم يتعمل اعلان قدام كل اولا قسمنا الاحياء الى مناطق كل منطقة مسؤول عنها شخص بعينه ومن نظافة بعينهم عشان يتم محاسبتهم وبنفس الوقت تم عمل توعية للمواطنين بان هم يرموا القمامة اثناء المرور او اثناء الصفارة او في المواعيد المحددة فيهم بكل مكان على حد. شكرا وضحت الصورة الدكتور حسام الدين إمام محافظ الدقهلية شكرا جزيلا.